بشروا الجيش اللبناني بالمذلة والإهانة، ضربنا موجع وقاسي وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. مثل ما هدمنا السفارة وقبلها برج التجارة، رح ندمر هالوزارة وكل خاين بان صافي. يا سليمان قاعدتنا بالذخاير زودتنا، ولاغتيالك أرسلتنا وكل خاين بان صافي. هارون الشاروري ورفاق له هم الذين ينشدون هذه الأنشودة التي حملت تهديدات بالاغتيال والخطف للجيش ومسؤولين وقيادات اللبنانية. ولكن المفارقة أن هذا التهديد أتى من داخل سجن رومي، إذ أن الشاروري ورفاقه هم من الموقوفين الإسلاميين المتطرفين في هذا السجن كما قالت المصادر الأمنية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تسجيل هذه الأنشودة التهديدية تم منذ نحو شهرين، وأن الأجهزة الأمنية وبعدما وصلها هذا التسجيل السبت بدأت بإجراءات التحقيق لمعرفة مع من يتصل هؤلاء الموقوفين وما إذا كانت تهديداتهم جدية، لا سيما وأنهم أبوا إلا أن يختموا هذه الأنشودة الإرهابية بأسمائهم. يا الريفي لا تهرب، خطفكم يا الوغد قرب، انت من دهم وخرب وكل خاين بان صافي. يا قهوي جيد دور عندك لو حشاتك اللي جندك، يا العميل لابد تندك وكل خاين بان صافي. وعهدي يا سعدي نجيبك، عهدي والله ما نسيبك، وسط البلد نلتقي بك وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. مع تحيات هارون الشروري أبو ثابت المطيري وأبو عبيدة الأنصاري.